حياتنا في المسيرة اللي دعا لها الاتحاد العام لطلبة تونس انتصارا لانتفاضة الشعب التونسي من أجل حقه الأساسي اللي ثار عليه اللي هو الحق في التشغيل، وتنجيدا بالقمع البوليسي اللي حصل في القصرين واللي قاعد يحصل للشباب التونسي الثائر. الحق في التشغيل حق للشباب الكل، الثورة قامت أساسا من أجل التشغيل، من أجل العيش الكريم. اليوم بعد 5 سنين مازال ما تبدل حتى شيء، مازال الشباب يتقمع وقت اللي طالب حقوقه. احنا نرفضه رفضا تاما انه يتم مزيد الهائنا عن القضايا الاساسيه للشعب التونسي وللشباب التونسي خاصه. اليوم متواجدين في الوقفه الاحتجاجيه هذه تضامن مع التحركات اللي قاعده تصير توا في القصرين والمكناسي والتالا، اللي راو فيها مواصله لمراكمات ابناء شعبنا من اجل تحقيق حلمهم الثوري اللي يعيش يعني انتكاسه طيله 5 سنوات اللي فاتوا. وهذه تتم يعني ولجملة التحركات اللي قاعد تصير في الجهات في علاقة أساسا بملف التشغيل اللي اليوم بعد 5 سنوات نلاحظ جيدا أنه لم يتغير شيء، بل بالعكس الوضع ماشي أكثر نحو التأزم على الأقل على المسألة الاجتماعية والاقتصادية. ماذا يروا مواصل التحركات يعني ما عندهاش علاقة بملف ستنتهي بمجرد نهاية الملف، بل بالعكس اليوم ضرورة أن يتواصل الحراك الاجتماعي من أجل تحقيق المطالب الأساسية اللي ثار عليها شعبنا منذ 17 ديسمبر 14 جانفي. بعد 5 سنين في تونس ما تبدل حتى شيء، نفس الحاجات اللي انتفضت عليهم الناس معناتها عاودوا تنتفض عليها مره اخرى، نفس المطالب اللي هما التشغيل والكرامه والحق في الشغل، نفس السيستم اللي كان يحكم قبل هو بيدو نفس السيستم اللي مازال يحكم، وجوه تبدلت. اللي صار في القصرين واللي قاعد يصير توا في القصرين وفي الرديف وفي منزل بوزيان وفي قفصه وحتى في سيدي بوزيد وفي جلمه وتوا في جندوبه، معناتها نفس الاحداث اللي صارت قبل 14 جانفي، الموجه اللي خرجت من المعتمديات هذيك ومن البلايص المهمش هذيك هي بيدها قاعده تعاود نفس الحكايه توا. للامانه اللي ما نجموا نكونوا كان اوفياء للشعارات اللي ترفعت من 17 ديسمبر لليوم واللي الناس مازالت مواصله عليها، واللي حادثه يعني الشهيد رضا يحيوي ما هي الا شراره اخرى وما هي الا يعني قادح اخر ثوري باش نعاودوا نخرجوا من جديد، لانه رحله 5 سنين اللي فاتوا اثبتت انه ما تحقق حتى شيء من الشعارات المركزيه لثورتنا ذات الافق الاجتماعي اللي هي يعني شغل الحريه والكرامه الوطنيه. نفس الخيارات اللي مستمره على 5 سنين وحتى من وقت بن علي واحنا جايين ما هي تنتج كان في نفس الخيارات الخاطئة، معناها تنتج كان في نفس التمشي اللي يؤدي انه شاب كيف رضا اليحيوي ينتحر بالضوء، يؤدي لظاهرة الانتحار الجماعي، يؤدي انه حتى معناها الخيارات اللي مأثرة حتى اليوم على السياسة التعليمية اللي أدت انه تلامذة ولات نتاع ترونداج نتاع 12 و 13 تولي تنتحر بالضرورة، معناها ثم حاجة باش تتحرك باش تخليك تخرج للشارع، باش تعاود ترفع شعاراتك وتعاود تقول وتم من بكا شعار ان للشارع وانا اليه راجعون. طبيعي على الاخر تتواصل الاحتجاجات على خاطر اللي طالبوا به واللي طلبنا به في 2011 ما صار منه حتى شيء، دونك عطينا فرصه للحكومات مش حكومه، حكومات تعاقبت على تونس وشيء ما تبدل شيء. الممارسات هذه والسلوك هذايا نتاع حظر التجول وممارسه قمعيه هذايا معناها تقريبا خبرناه لثلاث السنوات اللي تعدت، هذا ما يقدمش حلول حقيقيه، الحلول الحقيقيه انك تتفاوض تفاوضات جديه حول الملف الرئيسي هو ملف نتاع التشغيل، والحلول موجوده قادرين عليها فقط تكون هناك اراده سياسيه اللي لحد الان ثبت بالدليل يعني غياب الاراده السياسيه هذه طيله الحكومات المتعاقبه. الحكومات اللي تعاقبت ما هي الا دماء متحركه بيد نظام، احنا من 17 ديسمبر لليوم ما زلنا رافعين شعار اسقاطه.